بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما يليق بكمالك وعد كماله. أما بعد، نكمل قراءة الرسالة القشيرية وما زلنا في المقدمة، فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تفرد بجلال ملكوته، وتوحد بجمال جبروته، وتعزز بعلو أحديته، وتقدس بسمو صمديته، وتكبر في ذاته عن مضارعة كل نظير، وتنزه في صفاته عن كل تناه وقصور. له الصفات المختصة بحقه، والآيات الناطقة بأنه غير مشبه بخلقه، فسبحانه بأنه غير مشبه بخلقه، فسبحانه من عزيز لا حد يناله. الحد حصر، أما تحد شيء يعني حصرت، والحصر قهر، وهو قاهر فوق عباده، فلا حد يناله ولا عد يحتاله، يعني لا كثرة تمنع واحديته، كما أنه أحد قبل ظهور كثرته سبحانه وتعالى، يعني واحد لا شريك له. ولا عد يحتاله، يعني ولا ظهور الأكوان مع كثرة تنوعاتها، وهي آثار الصفات تؤثر على وجود أحديته قبل وجود الأكوان أصلا، فهو واحد أحد. هل هو تكرار للتأكيد ولا هي تأسيس؟ واحد لها معنى وأحد لها معنى آخر. كنا كلمنا في الأحدية والواحدية قبل ذلك في الجلسة الأولى، وقلنا أن الأحدية هي التي لا تتجزأ، والأحدية هي أصل الذات قبل ظهور صفاتها، هي دي الأحدية. فلما ظهرت الصفات وطلبت آثارها وتعيناتها، فظهرت آثار الصفات متعددة، فدي آثار الواحدية. حتى إذا نظرت في الأرقام، والأرقام لها سر، تجد أن الواحد لا يدخل في الأعداد، وإن كانت كل الأعداد تنسب إليه ويظل واحد، فإذا انتفى الواحد تنتفي كل الأعداد. فكأن الأعداد وهي المخلوقات هي التي شفعت الواحد، فالشفع هو الخلق مع الله مع الخالق، والوتر هو الله قبل خلق الخلق سبحانه وتعالى. فلا شيء يشفعه سبحانه وتعالى بنفس صفاته، ولكن ظهور الأكوان هي مقتضى تطلب تعين الصفات فقط. فمقتضى الواحدية ظهور آثار الصفات، ومقتضى الأحدية وهي الجلال غلبة الجلال. فالواحدية غلبها الجمال، والأحدية غلبها الجلال، والجلال قهار قاهر يغطي كل ما سواه بالعزة، فهذا هو غالب الأحدية. ثم بعد ذلك تعطفت صفات الجمال صفات الجلال فظهرت في الواحدية. فهي المسألة على حسب الجهة النظر، وهو واحد أحد لا شريك له، واحد لا يتجزأ، أحد لا يتجزأ، وواحد لا يتعدد سبحانه. ولا أمد يحصره، لأن الأمد هي الغاية، غاية الشيء. فإذا وصلت إلى غاية الشيء في صفة من صفاته فقد حصرتها، وكأنك قد أحط بها، والله لا يحاط به علم. حتى سيدنا جبريل لا يحيط بالله علم، حتى سيدنا جبريل وهو سيد الملائكة،
لأن الله سبحانه وتعالى بكل شيء محيط، فلا أمد يحصره، يعني لا غاية تحصره، لأنه لا منتهى لكمالاته، بل هو مقدس عن حتى الكمالات التي أنت تظنها أنها كمالات، أي مطهر حتى من الكمالات المتصورة، لأن الله فوق كل تصور. ولا أحد ينصره سبحانه، لأن لا وجود معه. لما يكلمك الأحد يبقى ما فيش وجود معه، فالعدم هينصر الموجود؟ عدم. فلا أحد ينصره، لأن لا أحد معه سبحانه وتعالى. ولا وعلى شك كده أدق تقول ولا أحد ينصره، ما يقولش ولا واحد ينصره. خد بالك من الدقة. الأحد هي الذات قبل ظهور تعلقات صفاتها، ويقابلها العدم المحض. أما الواحد يقابله الوجود، اللي هي اللي موجود بغيره. ما احنا قايلين ان في واجب الوجود لذاته، وفي واجب الوجود لغيره. فكل ممكن تعلقت القدرة، تعلقت الإرادة بوجوده، صار موجودا ايضا، لكن يسموه واجب الوجود لغيره. يعني الانسان بعدما خلق صار واجب الوجود، لكن لغيره لا لذاته. لا احد ينصره، ولا ولد يشفعه، لانه لا شريك له. لان لما نقول ان الخلق مع الله شفعة الوتر، هذا في الصورة مش في الحقيقة. في الحقيقة ان الخلق لما ظهر، ظهر اولا بالارادة، ثم استمر بالامداد، فلو توقف الامداد لعاد كما كان عدم. ففي الحقيقة حتى في وجود الوجود معه سبحانه وتعالى هو الموجود، لان في كل لحظة وجود جديد، خلق جديد، مش هو نفس الخلق، بالامداد. طيب بين لحظات الامداد عدم، بين انيات الامداد ولو صغرت، صحيح احنا ما بنلاحظهاش، هو العدم. ستجد ان العدم مستمر والوجود ايضا مستمر. فاذا نظرت للحظات الامداد، ما بين لحظات الامداد، لم ترى الا الله لا شيء معه. واذا نظرت الى توالي الامداد نظرت الى الاكوان. ففي من العارفين من ينظر الى الواحد الاحد، فينظر للآنيات بين لحظات الإمداد، فلا يرى إلا الله ولا يرى الخلق، فلا ينشغل بالخلق عن الخالق. وفي من ينظر إلى توالي الإمداد فينشغل بالكون عن المكون، فيصل إلى الله من خلال الكون. والكل واصل، الكل واصل، بس هي وجهات نظر. وعشان كده تجد العارفين كلامهم تفاوت، تفاوت شديد من جهة نظرهم، ومن جهة تحققهم بمعارف مقام الإحسان، فإن المعارف تتفاوت. ولا ولد يشفعه، ولا عدد يجمعه، لأنه واحد أحد. نعم. يعني هنا بلاحظ إن سيرتنا الصوفية يعني يصف هنا الحال لا ما يؤدي إلى. نعم. وهذا هو المقصود، من المقصود لما نصل الى الاحسان. نعم. لكن هذا وصف الحالة الذي هم عليه. لا، ده هو لسه، ده هو بيقول المقدمة، هو لسه، هو بعد كده في اثناء بقى البحث هيقول لك كيف تصل الى التحقق بهذه المعاني. لكن هو الاول في المقدمة، واحنا بنفتح المعاني دي في المقدمة، احنا ممكن نقرا المقدمة ونجري، وبعدين المعاني دي نجدها واحنا بنشرح. بس انا احب في المقدمة اننا نفرش هذه القاعده ليه؟ علشان لما نيجي نقرا في الكتاب نجري بقى، عشان تعرف الاصول بتاعتهم بسرعه من الاول كده، عشان حتى لو ما حضرتش معنا بقيه الكتاب، لان ممكن الواحد وقته يضيق، يمكن انا ما اكملش، او انتم ما تكملوش، او اي حاجه تحصل، او نكمل جزء من الكتاب وما نكملش، فتبقى انت عرفت، وانا كمان يعني عارف مراجعتي لهذه المعلومات، انا نفسي برضو بتحقق بمعاني فيها، لان ساعات الواحد يبقى عايش المعنى، لما يجي يحوله الى لفظ يقوم يرسخ في ذهنه اكتر. فاحنا بنحاول مع بعض، نحاول نلتقط الافكار، لان التصوف مشكلته انه تذوق،
يعني معايشة اكتر منه الفاظ كنت تقولها. فاحنا بنحاول بقدر الامكان كل واحد ولو جاء واحد مكان يتكلم في نفس الموضوع يمكن يتكلم بالفاظ اخرى بخلاف الفقه. الفقه تاج الاصول وقواعد الكل حافظ، ما هو الحدث اللي يقوله الدكتور علي هو اللي هيقوله غيره واللي يقوله غيره لانه خلاص اصبحت تعريفات. ما هو الفقه تعريفه معروف، ايه هي اصول الفقه تعريف معروف وهكذا. لكن التصوف مختلف، فلقيت تذوقات وكل واحد بيعبر عنها بألفاظ مختلفة تتفاوت عبارات الناس. ولا عدد يجمعه ولا مكان يمسكه ولا زمان يدركه، يبقى مستغن عن كل شيء. المكان والزمان، ايه هو المكان والزمان؟ حقيقة المكان هو الحيز، وحقيقة الزمان هي حركة الفلك، مش هي دي؟ نعم. لولا حركة الفلك ما كانش يبقى فيه زمان. الأرض تلف حوالين نفسها تعمل لك اليوم، وتلف حوالين الشمس تعمل لك السنة، والقمر يلف حوالين الأرض يعمل لك الشهر. فهي حركة الفلك، لو توقفت حركة الفلك ما بقاش فيه زمان. والزمان يتفاوت من ايه؟ من كوكب لكوكب. تجري السنة في المشتري غير السنة في كوكب آخر، غير السنة على الأرض، وهكذا تختلف. ومن مجرة لمجرة، ومن عالم إلى عالم، ومن عوالم إلى عوالم. ولذا يقول الله يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، ومرة يقول لك 50,000 سنة. يعني الأيام بتتفاوت لإيه؟ على حسب الأفلاك اللي ربنا سبحانه وتعالى يكلمك وأنت موجود فيه. وعلشان كده دل على أن الحيز مخلوق، وحركة الفلك الحركة تغير، يعني الزمان تغير، والمكان استقرار حيز. والله سبحانه وتعالى منزه عن الحيز ومنزه عن التغير. لان دي كلها صفات الحد. وعشان كده قال لك ايه؟ ولا مكان يمسكه، يعني حتى هو مستغن عن عرشه، بل هو يحمل عرشه بقدرته سبحانه وتعالى، فمستغن عن كل ما سواه. كان كما كان قبل خلق العرش وقبل خلق الكرسي وقبل خلق السماوات والارض، بل الكل في قبضته سبحانه وتعالى تحت قدرته وقهريته. وكذلك ولا زمان يدركه، لان الزمان متفاوت ومتغير وكله انيات وكله حادث. فالله سبحانه وتعالى اول بلا ابتداء واخر بلا انتهاء، يعني لا زمان وفي الزمان. وعلشان كده الخلود هو ذهاب اثر الزمان. الخلود ما يبقاش فيه اثر للزمان، عشان كده تجد الجنة ما فيش فيها ليل ولا نهار خلاص. وطالما ما بقاش فيها ليل ولا نهار وما بقاش فيها حركة فلك، يبقى معناه ما فيش عمر يزيد، تفضل عمرك ثابت 33. اهل الجنة يفضل عمرهم كده، ما بيكبروش. لو الارض وقفت وكل شيء وقف وربنا امدنا بالوجود، تجد اننا ما نكبرش، نفضل زي ما احنا شكلنا واحد كده. اللي خلينا نكبر توالي الايه؟ حركة الفلك، فتأتي الايام والليالي والسنين ونتغير، يحصل التغير سبحانه وتعالى. وعلشان كده في الخريدة سيد احمد الدردير بيقول: واعلم ان هذا العالم حادث مفتقر لانه قام به التغير. فاستدل على حدوث العوالم وهي كل ما سوى الله بالتغير. فشوف انت، بص في المرايه كده، شوف شكلك النهارده وبص لصورتك وانت في الشهاده الابتدائيه، تلاقيك اتغيرت كتير وانت واحد. يبقى قام بك التغير، تبقى انت حادث خلاص. كل شيء بقى في الاكوان متغير، حتى الشمس. سيدنا ابراهيم لما راح لعباد الكواكب، ما هو كان عارف ربه. وسيدنا ابراهيم طرأ عليه الشرك، وبعدين بعد كده استدل وصل الى الله بالاستدلال العقلي؟ محال. الانبياء يعرفون ربهم قبل بعثتهم كما يعرفونه بعد بعثتهم، والفرق بس بالبعثة ان ربنا يدلهم كيف يتقربون اليه بس.
لكنهم يعرفون ربه. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطرأ عليه لحظة انه كان مشرك او انه كان يعتقد ان في اله مع الله، حتى منذ ان خلقه الله وهو في بطن امه. كل الانبياء كده، لان الكفر اكبر المعاصي واكبر الكبائر الشرك، والانبياء معصومون من فعل الكبائر قبل البعثة وبعدها، واكبر الكبائر الشرك. يبقى ما فيش نبي مشرك حتى قبل البعث، لازم تفهم دي. لكن سيدنا ابراهيم لحظة، لكن سيدنا ابراهيم لما قال لعباد الشمس هذا ربي، وقال للقمر هذا ربي، قال على سبيل المجاراة للخطر، على سبيل المجاراة مش على سبيل اعتقاد، اقامة الحب فقط. وقد يكون انه قاله استهزاء، هذا ربي، يعني بقى هو ده بقى ربي. فلما أفل قال لو أحب الأفلين، فتحتمل أنه قالها على سبيل الاستهزاء أو قالها على سبيل مجاراة الخصم على فرض أن ده رب. طيب خلينا مع الكذاب لباب الدار، فاستنى لحد ما تغير. أفل يعني تغير، فاستدل بالتغير على حدوث. تلك حجة آتيناها إبراهيم على قوم. الحجة هي أن كل متغير حادث، فلو كل متغير حادث يبقى دول كلهم متغيرين، الشمس بتغرب والقمر بيتغير والنجم بيقفل، يبقى خلاص ما ينفعوش يبقوا اله لانهم متغيرين. خدت بالك؟ هي دي تلك حجتنا اتيناها ابراهيم، هي التغير اللي هو لخصها سيد احمد دردير وقال لي انه قام به التغير. هي حجه سيدنا ابراهيم الاوليه. كنت بتقول ايه؟ ما الكتاب؟ قال له كتاب، الكتاب والايمان اللي هي الايمان اللي هي مقتضيات الايمان اللي هو العمل، مش الايمان قول وعمل. طيب خلاص، واخد بالك ازاي؟ انما النبي صلى الله عليه وسلم كان مؤمن وموحد، وما كان بيتعبد في غار حراء بيعمل ايه؟ مش كان بيعرف ربه؟ كان يعرف ربه. ده هو كان حيران صلى الله عليه وسلم، بس حيران عايز يشوف ربه عايز منه ايه. ووجدك ضالا فهدى، اي حائرا فهداك، او وجدك ضالا اي محبا، لان ان ابانا لفي ضلال مبين. لما قالوا اخوه يوسف على سيدنا يعقوب ان ابانا لفي ضلال مبين، يعني يقصدوا الضلال الكفر. دول مؤمنين وسيدنا يعقوب نبي ومعترفين بنبوته، فزيلوا عليه ضلال بمعنى الكفر. اي محب في ضلال مبين، يعني حب اعماه عن العدل بين اولاده، فبقى يفضل يوسف علينا. مش يقول لك الحب اعمى؟ فقال ادي معنى الضلال. وقالوا برضه ايه النسوه؟ قالوا انا لنراها في ضلال مبين، يعني بتحب يوسف حب اعمى لدرجه بقت زي اللي تايهه مش شايفه غيره. ووجدك ضالا فهدى، اي وجدناك محبا الينا فهديناك. ده معنى ثاني، وعشان كده لا يفرق. ولما سيدنا شعيب بيقول وما كان لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، نعود فيها ما قالش نعود اليها، يعني ندخل فيها، يعني دليله ما كانش اصلا على الكفر. في فرق بين نعود اليها ونعود فيها. نعود اليها يعني كان فيها وبعدين يرجع لها تاني، يعني كان على المله الكافره ويرجع لها تاني، لكن ده اقول نعود فيها يعني ندخل فيها. وعشان كده معرفه الحروف مهمه. نعود اليها غير نعود فيها. فالانبياء كلهم معصومون عن الشرك قبل البعثه وبعدها، ده باجماع اهل السنه. واخد بالك ازاي؟ فالعبره انه لا مكان يمسكه ولا زمان يدركه، لان المكان حيز، ولذا نقول ان الله ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض. ليه بيقولوا ان الله ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض؟ لان الجسم يفتقر الى الاجزاء والى الحيز، والاثنين افتقارين. الجسم ليه افتقارين، افتقاره الى اجزائه وافتقاره الى الحيز، والله سبحانه وتعالى لا يفتقر لشيء. ونقول ليس بجوهر لان الجوهر يفتقر للحيز، يعني الجوهر اقل افتقارا من الجسم، والعرض اشد افتقارا من الكل، وهو الذي لا يقوم بنفسه ولكن يقوم بغيره، كالصفرة والحمرة في الوردة او في الوجه.
محتاجة مكان. وعشان كده ساعات يقول لك ايه اعراض المرض، يعني اعراض المرض لازم تظهر على جسم، لو ما فيش جسم ما فيش اعراض للمرض، خدت بالك؟ يسموه العرض، اللي هو البياض والسواد والحمرة في الاشياء، خدت بالك؟ ده اسمه العرض. فده مفتقر حتى للمحل اللي يظهر فيه، فيبقى يستحيل ان يبقى ربك عرض، ويستحيل ان يبقى جسم، ويستحيل ان يبقى جوهر، لان الجسم يحتاج للحيز وهكذا. ولا فهم يقدره، الله سبحانه وتعالى لا يدرك كنهه الا هو. وفكرك انت يعني لما هتدخل الجنه يعني هتدرك كنه الله؟ هتفضل بر، فهيزداد علمك ويقينك، وهترتقي الى مقام المشاهده مع مقام السمع، فتسمع كلام الله وتشاهد ايات الله وتشاهد وجه الله عز وجل، كل ده ترقي. لكن هل هتدرك الكنه، كنه الكنه اللي يسموه اللي هي الماهيه؟ برضه لا، لانه لا يدركه الا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يدرك ذاته. وعلشان كده فرعون لما سال سيدنا موسى ساله سؤالين، قال له من ربكما يا موسى؟ فبيساله عن صفاته من؟ وقال له وما ربكما يا موسى؟ بيساله عن الماهيه، فسأله عن الصفات وعن المهية. فرعون ده كان راجل مثقف، مش اي كلام، مش راجل اي كلام كده، لا، عارف ثقافة عصره وفاهم، مش راجل هلفوت. لكن علشان تعرف برضو ان البني ادم مش هيدخل الايمان بعقله، ده بمحض فضل الله، لان ناس كانوا اعقل منك واذكى منك واتحرموا. وفرعون ده كان ذكي قوي، كان نبيه قوي، والوليد بن المغيرة شوف وصف القرآن احسن وصف، ومات كافر، فهمت ازاي؟ فربنا ينجينا، فهو محض فضل من الله. لكن فرعون ما كانش راجل بيهلضم كده يقول اي كلام، لما بيقولوا من ربكم ومر يقولوا ما ربكما، مش تكرار. لما سالوا في سوره الشعراء ما ربك، ما رب العالمين بالماء، سؤال عن الماهيه. ولما سالوا قبل كده في السوره الثانيه من ربك، بيسالوا عن الصفه. فالعجيب انه لما سالوا عن الصفه اجاوبوا بالصفه، ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قال فما بال القرون، مش وما قالوش انت مجنون وانت مخبول ولا حاجه، لانه بيسال عن الصفه واجاب بالصفه. لكن لما سالوا عن الماهيه فاجاب بالصفه، قال شوف ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون، اخذ ان 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 ده مش فاهم، ده مش عاقل، ده مش فاهم حتى الفرق بين السؤالين، ده ما عندوش ثقافة، ده ما عندوش علم، ده جاهل، فهمت ازاي؟ فقعد يشنع عليه، يعني لما سألوا عن الماهية شنع عليه، ولما سألوا عن الصفة ما شنعش عليه ولا حاجة، خدت بالك ازاي؟ فلأن الماهية غير مدركة. فسيدنا موسى لما سألوا عن الماهية أجابها بالصفة، أجاب عن الصفات، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم تعقلون، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، قال ولو جئتك بشيء، وهكذا الآيات ماشية. فالخلاصة إن ولا فهم يقدره سبحانه وتعالى، ولا وهم يصوره، لأن كل تصور في ذهنك مخلوق وهو فوق الخلق قبل الخلق الخلق، فما فيش حتى مجرد وهم يصوره. والوهم هو حتى الصفة، الصورة المرجوحة في الذهن، حتى الصورة المرجوحة في الذهن، لأن الراجحة أشد تصورا من المرجوحة، فهمت ازاي؟ الصورة الراجحة اللي هي الظن أشد تصور من الوهم وهو المرجوح. فقال لك هو فوق الراجح والمرجوح، ده هو ولا حد، فهمت ازاي؟ فلما يشيل الصورة المرجوحة يبقى يشيل الصورة الراجحة من باب أولى، فهمت ازاي؟ فنفى عنه كل تصور. فسبحان الله، العلماء دول لما يجي يكتب الحاجة مش بيكتبها كده أي كلام، يعني كان ممكن يقول ولا ظن يصوره، لكن قال لك ولا وهم يصوره، لأن الظن لا ينفي الوهم، لكن الوهم ينفي الاثنين، شفت المعنى؟ عشان كده عندهم دقة في العبارة. تعالى عن أن يقال كيف هو أو أين هو. كيف اللي هي ما ربك، أدي كيف، فهمت ازاي؟ اللي هي الماهية، محدش يعرف سبحانه، لا
لانه منزه عن كل، لان الاشياء المعروفه كلها ماهيتها اما جسم او جوهر او عرض، فيش حاجه ثالثه، فيش حاجه رابعه، في حاجه رابعه، فيش حاجه رابعه. اي حاجه في الذهن متصوره اما ان تكون جسما او جوهرا او عرض، فالله منزه عن ايه؟ عن ذلك كله، فمنزه عن الكيف. فالكيف اما جسم او جوهر او عرض، هو منزه عن الكيف، يبقى لا جسم ولا جوهر ولا عرض بس. ردا على من ايه؟ من جسمه. او اين هو؟ لانه منزه ايضا عن التحيز وهو المكان. بالنسبه للجسم اللي هو اقدر اقول الاسم، وجوهر اللي هي الروح والعرض. لا 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 لا، الجوهر اللي هو اللي هي الماده الغير مجزأة الى اجزاء. الماده الصرفه. حاجه غير مجزأة باجزاء. بيسموها ايه؟ جوهر. يعني تلاقي كلها حاجه واحده. كتل الذهب خالص دي يسموها جوهر، لانها مش داخل فيها عناصر اخرى وليست مجزأة لاجزاء. مادة غير مجزأة لاجزاء، اي مادة غير مجزأة لاجزاء واخداك، او مكونة من اشياء متحدة يسموها جوهر. الزلطة دي مكونة من اجزاء كتيرة، سالك ومعادن وشغلانة كبيرة، دي مش جوهر. الجوهر ده شيء في الاذهان، شيء في الاذهان، يبقى حاجه مخلوقه، واخد بالك ازاي، غير مكونه من ابعاد، وغير مكونه من اجزاء، وغير مكونه من مكونات متعدده، بل مكون واحد وتفتقر للحي. ده اسمه جوهر، اللي احنا نسموها الماده الصرفه. في علماء الطبيعه يقول لك ايه الماده الصرفه؟ الماده الصرفه حديد صرف مفيهوش غيره، فهمت ازاي؟ مش مختلط بشوائب. ذهب صرف مش مختلط بغيره، فهمت ازاي؟ ده يسموه جوهر. ماده اوليه، واخد بالك ازاي؟ فالماده الاوليه بتفتقر للتحيز بس، لكن مش مفتقره لحاجه ثانيه، لان هي ما فيهاش حاجه ثانيه. فهمت ازاي؟ ادي معنى الجوهر. العرض اللي هو فيه العرض اللي بيظهر في الحيز، اللي يحتاج لجسم يظهر فيه، اللي هي الصفرة والحمرة. يعني انا اقول مالك النهارده وشك مورد ليه؟ انت النهارده مدوز ليه؟ انت النهارده منشرح ليه؟ يبقى الانشراح والابتسامة والصفرة والحمرة دي كلها اعراض، والحزن والهم والغم اعراض. لانها وعشان كده ما يقولوا الله محبة، المحبة عرض، لانها تقوم في القلب وهو ميل طبع، يبقى دي كفر. لو جعلناه مبتدا وخبر كده كفر. الله محب، الله يخلوها مبتدا ومحبه خبر، يعني ما ينفع. كانت تقولها ام كلثوم ليل نهار لما انتكسنا، واخد بالك ازاي؟ ما هو انتكسنا ايام عبد الناصر، والتاني يقول قدر احمق الخطى، واخد بالك، سحقت هامتي خطاه، والناس تقعد تدندن كلام كفر. وليل نهار تفتح الراديو تلاقي ده بيقول على الاذاعه دي، وده بيقول الاذاعه دي، والتاني يخطب يقول باسم الامه، ما يقولش بسم الله. فكان لابد ننتكس، كان لابد ننتكس ونتوكس، وده اللي حصل، وما زلنا نعاني من اثار الى الان، فربنا ينجينا. اللي بيقول الله محبه دول مين؟ النصارى. النصارى من كفار اصلا، خلاص يقولوها مش مشكله، ما هم بيقولوا اشد من كده كمان. تعالى عن ان يقال كيف هو او اين هو. وكانوا بيدرسوا لنا برضو كلام كفر في الطبيعه، يقول لك الماده لا تفنى ولا تخلق من عدم، وربنا بيقول لنا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. كل ما سوى الله في الوجود كان عدم، يقول لك لا تفنى ولا تخلق من عدم. الله، يعني قدم الاكوان كفر، يعني قالوا بقدم الاكوان في كتاب الطبيعه كاتبين كفر، واحنا نحفظها ونمتحن ونكتبها، وده مخالف لعقيدتنا كمسلمين، لان كل ما سوى الله حادث والماده حادث. فازاي يعني ايه لا تفنى ولا تخلق من عدم؟ لا، الماده قد تفنى وخلقت من عدم. ادي تصحيحها على اعتقاد المسلمين، تصحح القاعده، تقول الماده قد تفنى وخلقت من عدم. ليه ما قلتش تفنى؟ لأنها بتتحول من صورة لصورة، واخد بالك ازاي؟ بتتحول من صورة لصورة.
لكن قد تفنى بأمر الله. انت ازاي قد تفنى بأمر الله؟ لكن انت يا انسان خلقت لايه؟ للخلود. فربنا كتب عليك البقاء منذ ان توجهت ارادته لخلق الانسان الاول العارف بالله، خلق له الاكوان ليعرفه من خلال الاكوان، لان خلقك يا انسان يا كامل اللي هي الحقيقة المحمدية اللي قلناها التعين الاول، ليعرف الله. فلما اراد ان يعرفه به خلق له الاكوان ليعرفه منه وبه. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلم. يبقى خلق كل الحاجات دي ليه؟ لنعلم. كلام موجه لنا احنا في الحقيقة، موجه لنا احنا في صورة الانسان الكامل اللي هو الحقيقة المحمدية. واخد بالك ازاي؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يبقى خلق الاكوان لنعلم وخلقنا لنعبد، والعبادة اسها المعرفة. فهمت ازاي؟ ادي المسألة. ها؟ مالهم؟ الملائكة ما هو في صعقة الصور كله حيموت ويبعثهم ربنا ويبعثون مرة أخرى، مش في صعقة الصور لما ينفخ في الصور خلاص. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. حتى لا يوجد من يجيب فيعود الأشياء كما كانت ثم يأذن لها بالوجود مرة أخرى سبحانه وتعالى. فالمقصد إن الواحد لازم لما يجي يقرأ حتى في علوم الطبيعة حتى في أي حاجة يبقى عقدته سليمة عشان ياخد باله من الحاجات الكفر اللي هو حتى اولاده هم قاعدين يذاكروا جنبه واخواته الصغيرين بيذاكروا يفهموا. مفيش مانع يقعد ايه يقول المادة لا تفنى ولا تخلق من عدم. واخد بالك ازاي؟ نقول له الا باذن الله. قيدها تمشي. لو قلناها الا باذن الله تمشي. واخد بالك ازاي؟ يعني منذ ان اوجد الله المواد فالمادة خلاص لا تفنى لان اذن الله لها بالوجود. فلا تفنى. فهمت ازاي؟ تحتمل المعنى ده برضه؟ واخد بالك ازاي؟ وعلشان كده لاحظ هذا المعنى علماء الطبيعه، وجدوا ان فعلا المواد بتتغير من صوره لصوره لكن ما بتنتهيش. فهمت ازاي؟ بس هي بتتغير صورتها. فنظروا للجهه دي. فقالوا لا تفنى. لا تفنى لان ربنا سبحانه وتعالى يمدها بالوجود ولكن يغير صورها. فهمت ازاي؟ فنظروا للحته دي فقالوا لا تفنى. احنا نظرنا للحته اللي قبل دي. انها وجدت من عدم قبل ان توجد كانت ثاني مش خلقت من عدم. وبعدين نظرنا لما بعد ذلك، لما بعد تحولها الى صور متعدده برضه حتفنى في الاخر. فهمت ازاي؟ ففي واحد لا، طول ما احنا عايشين كده الماده بتنتقل من حاله لحاله. يعني لو مثلا يعني انت دلوقتي البخور ده انت حرقته هو ما فنيش، ده هو تحول الى حراره. واخد بالك ازاي؟ وهواء في صورة دخان. خدت بالك؟ يتكثف بصورة أخرى وبعدين بعد كده يتكون حاجة تانية. خدت بالك ازاي؟ ادي كل الحكاية. المية تجف. ما جفتش، هي جفت قدامك فنت من هنا لكن تحولت لسحاب. ومشي ونزل مية تانية في حتة تانية. واخد بالك؟ فبتتحول من حل لحال. فهي دي المسألة، لكن هي بيسموها الدورة، دورة الحياة في الأشياء. تعالى عن ان يقال كيف هو او اين هو او اكتسب بصنعه الزين. يعني لا نقول ايضا ان الله اكتسب بوجود الاكوان كمال بحيث صار خالقا لوجود المخلوق اكتملت خالقيته صفة الخالقية بوجود المخلوق. فكأن الله سبحانه وتعالى اكتسب الكمال بوجود الجلال والجمال في المكونات. احنا ننزه الله عن هذا. فهمت ازاي؟ فاللي نظروا لان الله سبحانه وتعالى له صفات في ذاته قديمه، وهذه الصفات يسموها صفات الربوبيه التي تقتضي وجود مربوب، فنظروا الى تعلقها وجعلوا العلاقه بينها وبين تعلقها علاقه عله ومعلول، فيثبتوا قدم الاكوان. دول الفلاسفه لان نظروا الى علاقه الربوبيه بالمربوب علاقه عله ومعلول.
والعلة والمعلول علاقة إجبارية لا ينفك أحدهما عن الآخر، علاقة إجبارية كالأبوة والبنوة، علاقة إجبارية. دي في النظر، ما أنا بقول لك الفلاسفة دول أصلهم عقلاء، يعني ليه هم إيه بصوا من أي جهة فوصلوا للحتة دي، بصوا من جهة دي إن الله سبحانه وتعالى رب، فلا بد أن يكون طالما هو رب وهو قديم لابد ان يبقى فيه مربوب يبقى قديم معاه. فهمت ازاي؟ نعم. فتنوا من الحته دي، مخهم وصلهم لكده. فلكن قالوا علشان تكتمل صفه الربوبيه لا تكتمل الا بوجود المربوب، فكانه اكتسب بصنعته الكمال. خدت بالك ازاي؟ فهمت ازاي؟ احنا نقول لا، وعشان كده شايف كلامه تعالى عن ان يكون اكتسب بصنعته الزين اللي هو الكمال اللي هو اختلاط الجلال بالجمال، لا. لكن احنا نقول ان علاقة الله بالاكوان علاقة اختيار، ربك يخلق ما يشاء ويختار، فالله سبحانه وتعالى مختار. طب والصفات الربوبية اين كانت فاعلة قبل وجود المربوب؟ نقول انها موجودة في الذات ولكن لم يظهر اثرها في الخارج فقط، فهي صفة قديمة لها تعلق تنجيزي حادث. فهمت ازاي؟ فهي في وجودها في الذات قديمة، والصفة مش غير الذات، ده الذات موصوفة، خد بالك، مش الصفة غير الذات، ده هي ذات موصوفة بصفات متعددة. فهمت ازاي؟ وكل الصفات تعمل في آن واحد، لأن ما فيش صفة تعطل صفة سبحانه وتعالى. لكن هذه الصفات في صفات سلبية وفي صفات وجودية اللي هي إيجابية، والصفات الوجودية نوعان، صفات ألوهية وصفات ربوبية. هذه الصفات كلها، الصفات الإلهية ما تحتاجش الرب المربوب. فهمت ازاي؟ تحتاجش المربوب. الصفات الربوبية تحتاج المربوب، تحتاج المربوب للظهور، مش تحتاج المربوب لأصل الوجود لتكون موجودة، تحتاج المربوب لظهور أثرها بس. لكن هي في ذاتها مش محتاجاه لأن تكون بوجوده، بل هي موجودة قبل وجوده، ولكن احتاجت المربوب من جهة اخرى، لا لتوجد ولكن ليظهر اثرها في العيان في الوجود فقط. فهمت ازاي؟ فاللي نظر لاحتياجها هذا اعتبرها مفتقرة فجعل الاكوان قديمة، واللي نظر لوجودها القديم وحدوث تعلقها فاثبتها قديمة واثبت التعلق الحادث. فهمت ازاي؟ وده اهل السنة. فدي وجهة نظر اهل السنة، ان هي صفات قديمة ولكنها اذا كانت صفات ربوبية فلها تعلق تنجيزي حادث غير التعلق القديم. زيك كده وانت قاعد ساكت دلوقتي، انت وانت ساكت كده مش موصوف انك متكلم؟ نعم. طيب وفين الكلام ما انت ساكت؟ قادر، لانك صالح لهذه الصفة، خدت بالك ازاي؟ لكن لم يظهر اثرها بعد، لسه ما طلعش منك الكلام، خدت بالك؟ فالله سبحانه وتعالى متكلم قبل ان يخلق الاذان التي تسمع كلامه. فهمت ازاي؟ فقط. لكنه اراد ان يسمع فخلق من يسمع. فهمت ازاي؟ اراد ان يعرف فخلق من يعرف. اراد ان يعقل فخلق العقل. العقل الاول. اللي هو به مناط التكليف. خدت بالك؟ اللي هو الناس يقول لك عليه، العوام يقول لك ربنا عرفوه بالعقل، اللي هو العقل الاولي، اللي هو ترتيب الايه الاشياء على بعضها فيصل الى نتائج. طب قلنا راي الفلاسفه الثاني كده في الصفات ده، ما الفلاسفه اصلهم مزال كتير، انا بقول لك راي بعضهم. يعني الفلاسفه المؤمنين منهم اختلفوا خلاف كبير، منهم ناس قالوا ان الله ذات غير موصوفة، في من الفلاسفة قالوا ذات غير موصوفة لأن الصفة عندهم تقتضي التعدد، والله واحد لا يتعدد، فعندهم مخهم
قالوا ان الصفة تقتضي تعدد، الصفات يقتضي التعدد، والله واحد ما ينفعش يتعدد عندهم عقلهم، ويبقى بالتالي تبقى ذات غير موصوف. دول نظروا للحقيقة من جهة، من جهة لا شرط، الحقيقة الوجود الاصلي وهي وجود الذات ولم يحدث التجلي الاول، وهي عدم وجود اثر الصفات. فلما وجدوا الصفات كامنة في الذات غير ظاهرة الاصل، فقالوا ذات غير موصوفة، لان الصفات كانت كامنة في الذات. فهمت ازاي؟ خد بالك ان كل واحد نظر للحقيقة من جهة، فاللي ظن ان الحقيقة هي من الجهة دي بس راح في داهية. اهل السنة نظروا ليها من جميع الجهات عشان كده نجوا. لكن كل واحد، هتلاقي اي مذهب كده من مذاهب الكفار تجد ان هو ناظر للحقيقة بس من جهة معينة، فغاب عنه حقائق اخرى. فاللي نظر للجهة الذات قبل تجلي اثار الصفات انكر ان تكون موصوفة. فلما حدث التجلي الاول، تجلي الذات على الذات ليظهر اصل الصفات، تعطف العز فقال به. العز من اثر الجلال، والكلام والهداية والخلق من اثار الجمال. فكأن الجمال تعطف الجلال فظهرت اثار الصفات، او طلبت الصفات ان تظهر بالتجلي الذاتي للذات. فاللي ظهر قابل، ما هي تمثيل، تمثل ايه او ما مثلها ازاي، احنا التمثيل حرام. إقامة الدليل على حرمة التمثيل. صورة الخبير. ما انا بقول، اقول لك اهو، انا هقول يعني ما هي واضحة هي. النواة بتحطها في الارض تطلع الشجرة، يعني الشجرة كانت جوه النواة. طب وهي كانت فين وهي نواة؟ كانت في النواة لكنها مش ظاهرة. فاللي نظر للنواة انكر وجود الشجرة، واللي نظر للشجرة نسي اصلها وهي النواة. فهمت ازاي؟ فانبهر بها. واللي اكل الثمرة نسي الجدر والساق. فكل النظر للحقيقة من فيها، لكن الاولى انك تنظر لها من جميع الجهات عشان تعرف. فهمت المسألة؟ بس. فالذات كانت موجودة لا وجود معها سواها، وهي الله، كان الله ولم يكن شيئا معه. فكانت الذات موصوفة بصفات غير معلومة، فكأن الذات كان لم يظهر لها اثر صفتها، لانها بعض العلماء يعبر عن الكلمة يقول لك مستهلكة، الصفات استهلكت في الذات، يعني كمنت في الذات غير ظاهرة. لكن من صفاته الظاهر، فطلبت صفته الظاهر الظهور، فبدأت تظهر الصفات، يسموه التجلي الاول. فهمت ازاي؟ فاللي نظر للذات قبل التجلي الاول، اللي هم الفلاسفة قالوا هو الله غير موصوف، ذات غير موصوف. فهمت ازاي؟ فانكروا الصفات، كالذي انكر الشجرة الموجودة في النواة لانه لا يرى النواة. خدت بالك؟ لا، احنا الزمن ده ترتيب عقلي، ترتيب عقلي بس، فرض عقلي ذهني، علشان احنا كلامنا مرتبط برضو بالانيات، ان انا اقول الكلمة دي بعد الكلمة دي بعد الكلمة دي. لكن مع الله ما فيش زمن، كلهم مع بعض، التجليات بدأت مع بعض. ايوه، كله ما فيش زمن. الذات غير منفعلة، لان الزمن مخلوق. انت لما تيجي تتكلم في امور متعلقة بالله عز وجل وتستعمل فيها الظروف، ظرف الزمان وظرف المكان، لابد انك انت تفرغه من معنى الزمان والمكان من ذلك عشان تفهم، لان الزمان مخلوق والمكان مخلوق خلاص. فهمت ازاي؟ مفيش ترتيبات. اما تقول كان الله غفورا رحيما، لازم تصرف كلمة كان عن معناها الماضي، كان ولا زال، اللي هو الزمان. وعشان كده يقول لك في التفسير كان وما زال، يعني يقول لك اصرف عن الزمن. واخد بالك ازاي؟ ادي المعنى. فطالما بنتكلم المعاني دي ونجيب بعض الظروف، اصل اللغة نفسها اللي بنتكلمها دي نفسها، واخد بالك ازاي، الفاظ مرتبة متعلقة بالزمن تيجي ورا بعضها. علشان نيجي نشرح لبعض حاجة، هنشرح لبعض حاجة متعلقة بترتيب،
انت متصور ان الترتيب ده عايز زمن، لا في الله بقى مش عايز زمن. فهمت ازاي؟ في الله بقى مش محتاج للزمن. ادي المسألة. لا، التجلي الاول وتجلي الذات للذات، فظهرت صفاتها. فلما ظهرت الصفات للذات طلبت الصفات اثرها، فتوجهت الإرادة للقدرة اللي الصالحة لإيجاد كل ممكن، فأوجدت الموجودات. إرادة على وفق العلم القديم. هذه المسألة، وعلى شكل صفة العلم عاملة، وصفة الإرادة عاملة، وصفة القدرة عاملة، كل في وقت واحد. فهمت المسألة؟ تعالى عن أن يقال كيف هو أو أين هو، او اكتسب بسمعه الزين، او دفع بفعله النقص والشيء سبحانه وتعالى سبحانه عن هذا كله، اذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثل مثله شيء. الكذب معنى مثل، ان قلنا غير زائدة ان قلنا انها زائدة يبقى ليس مثله شيء خلاص، يعني تحتمل معنى ان الكذب غير زائدة فتبقى كمثل مثله شيء. واخد بالك ازاي؟ يعني مثل مثله، ليس مثل مثله شيء. فالكذب معنى المثل. فهمت ازاي؟ او انها زائده تقول ليس مثله شيء وخلاص تمشي. الاثنين معنى ينفع. والافضل في ناس تحبوش يقولوا في حاجه زائده في القران. اذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يغلبه حي وهو الخبير القدير. سبحانه وتعالى. مش المقصود بالزائدة هنا للتأكيد؟ بإيه؟ زائدة للتأكيد، صح كده. يعني زائدة بس إيه؟ لكن لها معنى. ما هو الحرف الزائد يكون في النحو يعني زائد بس، لكن له معنى. زي حرف الجر الزائد. بيبقى ليه معنى بلاغي. واخد بالك؟ وما محمد إلا رسول. هي حقها محمد رسول، ما هي خلاص. لكن ليه قال وما محمد الا رسول؟ من الحس والقصر. يبقى ليها معنى بلاغي بس. وان كان هي الحكايه في اللي انا كنت شيل معي ايه؟ محمد الرسول تمشي. الصفات شيء غير الذات. الصفات هي صفه الذات نفسها. هي ذات موصوفه مش حاجه زائده على الذات. شوف يا سيدي، انت موصوف برضه، مش انت خليفة الله؟ الله سبحانه وتعالى خلق الانسان على صورته، مش في حديث بيقول كده؟ حديث ده متشابه. خلق ادم على صورته، ادم اللي هو الانسان. تحتمل على صورته اي التي تراها، اي على صورته هو سبحانه وتعالى، يعني على اثار مقتضى ظهور صفاته، لا على وفق ذاته، لان الذات غير معلوم. فهمت الذات؟ ولكن على مقتضى اثار صفاته. فلما كان الله سبحانه وتعالى سميع فخلقك سميع تسمع، ولما كان الله بصير خلقك تبصر، ولما كان الله سبحانه وتعالى عنده قدرة خلقك قادر صالح بفعل أشياء، ولما كان عنده إرادة خلقك ولك إرادة توجه قدرتك حسب إرادتك فتأتي، ولما خلقك الله والله عالم عليم فخلقك صالح لأن فعل، وخلقك الله والله ظاهر وباطن خلق لك ظاهر وباطن، فتجد ان ليك جسم ظاهر كده ولكن ليك حقيقه جواك باطنه، كانك شخصين جوا بعض، كانك شخصين جوا بعض اللي هو باطنك ما خفي فيه من العقل والروح والسر وغير ذلك مما رسم في الانسان. فتحتمل هذه المعنى. لكن لما خلقك على صورته بهذا المعنى خلق شوف احنا كنا بتقول ايه؟ احنا بنتكلم ان الصفه غير زائده، مش كده برضه؟ لما غير زائده على الذات، بل هي
عين الذات. انت لما خلقك لانك مخلوق جعل صفاتك تحتاج للجوارح، فهمت ازاي؟ وصفاته غير محتاجة للجوارح لانها غير زائدة عن ذاته، فصارت صفاتك زائدة عليك، فهمت ازاي؟ وصفاته غير زائدة عليه، فصفاتك غير صفاته في الحقيقة، وان كان هو برد في الظهر بس، لكن في الحقيقة لا. ليه؟ لانك سميع بسمع، بصير ببصر، قادر بيد، فهمت ازاي؟ وبس الله بقى سميع بغير آلة، بصير بغير آلة، لا يفتقر لجارحه، فهمت المسألة بقى؟ وعلى شكل الصفات هي عين الذات، يعني هي ذات موصوفة مش الصفات زائدة على الذات. يعني انت صفاتك زائدة عليك بدليل ايه؟ ان ممكن الانسان يبقى ماشي في الشارع كده وهو ما بيبصرش فيخلق لك انسان اعمى، وممكن يبقى ماشي في الشارع ما بيسمعش ويخلق لك انسان اعمى، وممكن يبقى خلقه كده ما بيتكلمش يخلقه ابكم عشان يبين لك ان الصفات ليست ذاتية فيك، بل هي صفات ليست قائمة بك بل قائمة به سبحانه. علشان ما تغطرش انك انت عندك قدرة تبقى قائل وعندك سمع تبقى سمعت وقم تقول انا رب نفسي، لا ده انت مش رب نفسي الله، ده انت مستقر. ايه ما هي النسبة هنا؟ النسبة هنا نسبة تشريف مش نسبة تبعيد ولا حلول. ايوه لا ما دي لا، سبحانه وتعالى لم يحل في الاكوان لان الحلول في الاكوان تغير وانتقال، واحنا قايلين الانتقال والتغير محال عليه، خدت بالك؟ يبقى لما يقول نفخنا فيه من روحنا او من روحه، النسبه دي نسبه تشريف لا تبعيد، نسبه تشريف او روحه التي خلقها سبحانه وتعالى فنفخها فيه، فالروح نفسها مخلوقه فيه وليست جزءا من الله كما قال الحلوليين. ايوه كما قال الحلوليين، ما لو قلنا كده يبقى هنقع في اللي هو في النصارى، وعلشان كده لما النصارى قالوا ان سيدنا عيسى هو الله علشان ده بالكلمه وان فيه روح، فاعتقد ان الروح دي هي الله، فهمت ازاي؟ نظروا لهذا المعنى فقالوا ان الله حل في جسده، فربنا عايز يرد عليهم قال لهم ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم. طب ما انت لو قلت كده يبقى ادم كمان كده، لكن احنا عايزين ان ادم مش كده يبقى عيسى غير مش كده، يعني النسبة دي نسبة تشريف. فتبقى زي ما تقول ناقة الله بيت الله، انت ما تقول بيت الله يعني الله حل في بيته، فهمت ازاي؟ لا دي نسبة تشريف، زي ما اقول بدلة فلان، هل انت حليت جوه بدلتك؟ طب ما انت معلقها على الشماعة ونايم في البيجام، لكن وانت معلقها على الشماعة بدلتك برضه، فهمت ازاي؟ فالنسبة نسبة تشريف لا حلول، نسبة تشريف لا نسبة حلول واتحاد، علشان نبعد عن ايه الاعتقادات الفاسدة اللي اشتبهت على العوام. ما علشان كده في فرق، العام يسمع الكلام ده قد يشتبه في ذهنه، لكن اللي عنده علم يقعد بقى اللي يفكر يقول لك ان النسب هنا نسب تشريف لا نسبة تبعيد ولا حلول، لان الله منزع عن الحلول، لان الحلول فيه انتقال والانتقال فيه معنى الحدوث، فالله ليس بحاجة. فهمت؟ طيب انت في ايه قولك في مثل الله عالم بعلم قادر بكده؟ ايوه علم يعني الله سبحانه وتعالى عالم بعلم ذاتي مش بعلم حادث مكتسب، بعلم ذاتي علم كشفي سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى علمه يقتضي قدرته يقتضي ارادته، فتأتي الارادة للقدرة على وفق العلم القديم، فهو علم كشفي، فهمت ازاي؟ مش علم حادث او كده، احنا عايزين نخلص ساعة 10:05 الحصة الرابعة المفروض حصة خلصت.
يتم الغنى الله سبحانه وتعالى الصفات لها عين على الذات احنا بنقول انها الصفات ذات موصوفة. ما نقولش ان الصفات هي غير الذات ولا هي علم الذات, لكنها هي ذات موصوفة. بصفات قديمة لا تفتقر لآلة بس وخلاص. انا ما ليش دعوة بقى نقول اللي يقولوه. ايوه بعد تجلي اثر الصفات لانه يسير يسمع الحق بالحق وبالقدر, فيصير بحال من حال الولاية. بعد الاولياء تجد ان هو ينظر بالاكوان على انه خارج عنها كأنما ينظر الى اقدار الله في عباده, فالنظر الى الاقدار كأنه هو النظر بعين الله لانه هو الذي خالق الاقدار. فهمت ازاي؟ ادي المعنى بحال من نوع من انواع الولاية عندما يصل لمقام يسميه مقام الجمع, اللي هو ان يرى الواحدية في التعبدية. ان يرى الواحدية في التعبدية في تعبد الخلق, يرى ان الفاعل واحد والافعال متعدد, يرى ان القائل واحد والكلام متعدد, يرى ان المؤثر واحد والتأثير متعدد. فدي حال مقام يسميه مقام الجامع. هو المقام بعد ما الجامع دي شغلانة تانية اللي هو ايه مقام الاحدية دي حاجة تانية. ايه هتيجي في المقام. ايه يعني ما حل فيه وما خلع من تحت قدرته. هذه معنى كلمة السنة في أول السنة. أنا ماني بقى السنة هو رمز, أي رمز موجود, أي رمز موجود. ما هو الإنسان قد يعبد هواه, يعبد نفسه, يعبد المال, لا يتعبد الدماغ, لا يتعبد القصيصة. رمز لكل ما سوى الله, لكل ما عبد سوى الله. هما بيبقى ليهم رموز. ده هو بيعتبر نفسه لو عبدها من دون الله بقت صنم. انت زي نفسه. وعلى فكرة هو بيتكلموا بالرموز. انت اول ما تسمع الصنم في كلامهم تقول ايه الله ولا عزة. لا مش من اخوهم الحتة دي. وان كان برضه الله ولا عزة دخل فيها برضه. لكن مش يقصدوا ده بس. يقصدوا كل ما عبد سوى الله ولو هواك. اللهم انشلني من اوحال التوحيد. طب ما تقول في صلاة ابن بشيش, سيد ابن بشيش. اوحال التوحيد اللي هو الكلام المتعلق بالصفات التي لا تليق به, التي وصفه بها الفلاسفة واهل الضلال واعتقد انها توحيد, وهي كانت توحيد. في بحر الوحدة, الوحدة الشهودية, أي أنك تراه واحدا في تعدد مخلوقاته بإرادته سبحانه وتعالى. هذه معنى عين الوحدة الشهودية مع القيام بأداء حقوق العبودية. مش تقول بقى خلاص ده أنا بنزل للأقدار على مراد الله فتخرج منها على أنك من قدر الله فلا تتحرك فلا تعبد, زي ما بعض الجماعة اللي قال ان هم متفوتة فقال احنا خلاص مش هنصلي بقى, احنا بقينا خلاص كريشة في قدر الله, قعدوا كده بلاطوا في الخط. غلط. عشان كده يقولك مع القيام بأداء حقوق العبودية, يعني في حق عبودية وحق ربودية, والعارف هو القائم بالحقين, حق العبودية وحق ربودية. فهمت ازاي؟ مش هنخلص, انا كان نفسي اخلص النهارده الفهم. طيب نقف على احمده اللي هي الجملة الفعلية. نعم. خلصنا الحمد لله الجملة الاسمية. هنخش على الجملة الفعلية. ان شاء الله يوم السبت القادم. سبحانك اللهم وبحمدك. قال الحمد لله غير متعلقة بالزمان تدل على الاستمرار والدوام, لان الله دائم باقي قبل وجود الخلق. وبعدين حمداه الجملة الفعلية التي تدل على
التجدد، حيث انه بعد وجود الخلق احتاج الخلق لتجدد دوالي النعم. انت جيدة؟ فريد تبدي ملمح الواحدة والاية الثانية تبدي معنى الاحدية، تبدي ملمح الربوبية والثانية تبدي ملمح الالوهية. بعدين بقى انت عايز تاخد كل حاجة يا ابراهيم في قاعدة واحدة. فعلا سبحانك اللهم محمد بشير المستغفر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله. اللهم انا نسالك رضاك والجنه عن عبدك من سخطك والنار. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم اعمل بصائرنا. اللهم حققنا بحقائق اهل الكرب. واسلك بنا مسالك اهل الجنه. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد عبادتنا. يا اقمنا يا رب العالمين على الحق وبالحق وبك وعلى في كل حال وفي كل فعل وفي كل مقام. اللهم يسر لنا مع الراحة لقلوبنا وعبدنا والسلامة والعافية في سبيلنا ودنيانا وكلنا سحر في سفرنا وحديثة في أهلنا واتنس على وجوه أعدائنا وتنصحهم على مكانته من العزة إلى النبي ولا المجيء إلينا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على صلاتنا على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومن بلغ كلماتك.